في هذه الحلقة نتوقف مع الأنصار وهي قبيلتا الأوس والخزرج اليمانيتان الذين تشرفوا أن يكونوا أول الناس إسلاما. يقول خطيب رسول الله ثابت بن قيس: ثم كنا نحن الأنصار أول الخلق إجابة، فنحن أنصار الله ووزراء رسوله. وعن نسب الأنصار يقول حسان بن ثابت: والأنصار بن الأوس والخزرج ابن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر ابن حارثة بن امرئ القيس ابن ثعلبة بن يغوث، وقد أنشد فيهم وهو الذي ينتمي إليهم: إما سألت فإنا معشر النجب، الأسد نسبتنا والماء غسان، يا أخت آل فراس إننا رجل من معشر لهم في المجد بنيان. ولعل هذا المجد في البنيان يمتثل في مناصرتهم الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومبادرتهم في الاستجابة الواعية للدعوة المحمدية. وقد امتدح الله الأنصار في كتابه العزيز ورفع شأنهم وزكاهم وأعد لهم جنات النعيم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. كما تجلت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف والمشاهد، فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. وعن البراء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وعن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض. ولعل أروع ما خاطب به الرسول عليه الصلاة والسلام الأنصار وتجسدت فيه محبته لهم وتقديره لمواقفهم الخالدة إلى جانب الدعوة الإسلامية تلك الكلمة النبوية التي وجهها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار بعد النصر المؤزر الذي أحرزه المسلمون يوم حنين ضد المشركين، بعد أن بلغ أن بعضهم تدمر من العطاء من الفي الذي أعطاه رسول الله للمؤلفة قلوبهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ما قاله مبلغني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم، ألم تكونوا ظلال الله وعاله فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ فأجابه الأنصار: بلى، الله ورسوله أأمن وأفضل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ فأجاب الأنصار: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ فقال: لله ولرسوله المن والفضل. فقال الرسول: وكلمة تأثر وفيض حب لهؤلاء اليمنيين الذين بايعوه ونصروه واعتزوا به وأعزوه، أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، مخذولا فنصرناك، وطريدا أتيتنا فأويناك، وعائلا فأسيناك. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم لعاعة من الدنيا تألفت بها قوم ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت أمرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا
وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. والحقيقة لقد فجرت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمنيين مشاعر حية وأحاسيس زاخرة في نفوسهم، أشعرتهم سابقين ولاحقين بكينونتهم الإسلامية على امتداد مراحل التاريخ الإسلامي، فصاروا يفخرون ويفاخرون العرب إلى يومنا هذا، وسيظلون كذلك إلى ما شاء الله.